التقديم العظيم ونشكر جمعية Egyptian Society of Perioperative Medicine على الفكرة الممتازة وعلى نجاح المؤتمر بداية عملاقة وإن شاء الله السنوات الجاية معاكم دايما بإذن الله إن شاء الله. السيشن كله على الـ VTE Prophylaxis in Surgical Patients، بس أنا فضلت أتكلم في specific point اللي إحنا بنشوفها كتير في الميديكال براكتس، هي الجاب between what we know and what we do، ودي بنشوفها كتير وأحب أتكلم عليها النهاردة. طبعا this is a very common case scenario معنا زمايلنا من الجراحة وعيدة موية دكتور محمود إسماعيل برضو دائما بيشاركني في نفس القصة. أحد الزملاء يكلمنا يقول لي عنده عيان 70 سنة، العيان حصل له some trauma led to some sort of fracture، عمل له عملية surgical fixation، العيان بطبيعة الحال limited mobility for a few days. يقول لنا والله ده دي كله دي ناترال، وانا بدي بقى تعالى شوف العيان، بنعمل vascular consultation نشوف المنظر ده. طبعا السؤال الأساسي اللي بنسأله حضرتك، عارف ان العيان ده at risk of venous thromboembolism، هل كان في اي anticoagulation او اي thromboflexes؟ usual الإجابة بتبقى للأسف لا. So apparently knowing something is one thing but doing it is often a totally different story. ودايما ال knowing doing gap بتبتدي بمشكلة ال knowing. It's usually the first step to know more about the subject. And we already know that the annual incidence of postoperative VTE in the United States estimated range from 70,000 to more than 500,000 patients a year. وده في الولايات المتحدة لوحدها. This adds cost of at least $12,000 per patient per event. وده على أقل تقدير. الكوست أناليسيز الحاجات التانية بتعدي ال 15 و 16,000. احنا في مصر مش هتفرق معانا قوي الفلوس، لان احنا بنشتغل لله وللوطن. نتكلم في اللي يزعل في الوفيات. 1/3 تلت وفيات الفي تي اي بتحصل في عيانين بوست اوبرتيف للاسف، ده اللي يوجعنا. العيان اللي عدى على خير وجات له الدي في تي وخد العلاج وروح البيت وكلنا مبسوطين والجراح مبسوط وربنا كرمنا، للاسف دي مش نهايه القصه. في لونج تيرم كونسيكونسز بيشوفها بتاع الاوعيه الدمويه. احنا اول جراحين على فكره نتكلم في المؤتمر ده بعدها دكتور احمد انت افتكرتنا البوست ثرومبوتيك سيندروم بمشاكلها والسفرنج والديسابيليتي والديسفيجرمنت والكوست وكل الليميتيشنز اللي بيشوفها جراح الاوعيه الدمويه لونج تيرم مع حالات البوست ثرومبوتيك سيندروم. الريكرنس واحد من كل 4 دي في تي بيشنت حضرتك شفتهم لو سالته على هيستوري يقول لك كان عنده بريفيوس في تي اي، لانها بتزود الريسك. ال VTE alone أو DVT alone without any other associated risk بتزود ال risk of recurrence 8 times more than non-DVT patients. طبعا مشاكل extended anticoagulation كلكم عانيتوا منها زيكم زينا، بتكلفتوا بالinteractions، أنا عايز أعمل عملية، عايز أخلع سناني، أنا عايز أروح أعمل مش عارف إيه، أنا الحمل، الولادة، المونيتورينج، الـ INR، المعامل. فطبعا الاكسندد كواجيليشن من يعني احد الاوجه القبيحه للدي في دي. برضو احنا نعرف ان over the past 30 years we have been given a robust evidence from numerous trials confirming the safety and effectiveness of appropriate VTE prophylaxis in hospitalized patients in general and in surgical patients in particular. This is all what we know. وعشان كده كل جايد لاينز لكل الناس اللي معانا في القاعه دلوقتي لو فتحوها هيلاقوا ان كلهم اندورس ذا في تي اي بروفلاكسز، مش بس فيما يخص الجراحات الاوعيه الدمويه او كده. So this is what we know. How about what we do؟ اخبارنا ايه بعد ما عرفنا الكلام ده كله؟ للاسف ذا في تي اي انسيدنس ان هوسبيتاليزد بيشنت از ستيل هاي. ذا اكوردنج ريبورتس از ريسنت از 2016، مش حاجه يعني من عقود غابره ولا حاجه. Over the past decade, several reports have reported that VTE-related mortality failed to significantly decrease. لسه وفيات ال VTE ما زالت عالية في surgical patients. This highlights the fact that VTE prophylaxis, unfortunately, is still underused, not only in our patients, but worldwide as well. دي دراسة اتعملت على 5500 DVT patient من 183 مستشفى في الولايات المتحدة. لا جابوا الدي في تي بيشنتس دول وشافوا الريت الهيستوري بتاعها في اخر 30 يوم، لقوا 42% بس منهم هم اللي خدوا البروفلاكسيس ان هوسبيتال سيتنج. الرقم ده سيء على الجهتين، سيء على جهه ان في فوق الخمس اوربست تقريبا 60% من حالات الدي في تي هوسبيتالايزد بيشنت
ما اخذوش اي بروفلاكسز قبل ما تجيلهم الاتاك، وسيء من جهه ان 40% من اللي خدوا البروفلاكسز جالهم دي في دي which is sad. ده هيكلمنا بعد كده على البروفلاكسز بالاسم اللي احنا بنعمل براكتسز غلط، رونج دوزز، رونج كومباينس، رونج سوبرفيجن، العينين ميسنج دوزز والحاجات دي كلها. على مستوى العالم مالتي ناشونال كروس سكشن ستادي من الاندورس ستادي مشهوره في اللانسيت، جمعت 70,000 عيان من 32 دوله، مصر واحده فيهم، بيشوفوا اخبار البروفلاكسز ايه. لقوا ان نص ال 70,000 عيان دول يعني 35,000 deemed at high risk for VTE according to ACCB guidelines المنشوره في 2012. طب الناس اللي هم هاي ريسك اخبارهم ايه؟ لما قسموهم جراحه وبطنه لقوا ان 60% بس منهم من السيرجيكال بيشنتس هم اللي خدوا بروفلاكسز، 40% they have never received any prophylaxis. اما في البطنه كانوا اسوء حالا، 40% بس من الميديكال ال هوسبيتالايزد بيشنتس هم اللي خدوا بروفلاكسز. ده معناه ان المشكله ما زالت موجوده في على مستوى العالم مش بس عندنا في مصر. ومعناها برضو ان knowing is not always enough، احنا عرفنا وتأكدنا ومع ذلك لسه الحال ما تغيرش كتير. So what is the problem? The problem is that we already know the problems of VTE وعارفين مشكلها all the way to the death، بس برضو عارفين مشاكل bleeding وعانينا منه، وما عارفين برضو ان هو ممكن يكون catastrophic هو كمان وممكن يوصلنا all the way to the death. واحنا برضو عارفين العيان مش هيشوف الجلطة اللي حضرتك منعتها بالانتيكواجيليشن، لكن هيشوف نقطة الدم اللي بتنزل في المنديل او هو بيغسل سنانه صبح، وعارف العيان هيجي يشتكي لك من البليدنج، and he will never appreciate what you probably have done by giving him the anticoagulation. This is the bottom line that covers the whole story. So how should we translate this knowledge into action? Actually, it should start even before admission. قبل حضرتك ما بتدخل عيان بنشوف الحاجات الفيري بيزك، العيان بيتحرك ولا لا، اذا كان الاورال انتيك اخباره ايه، لو يدخن سجاير يبطل، البليدنج ريسك، بلاد بريشر ابسط حاجه to be controlled. Medications as simple as NSAIDs are associated with increased risk of bleeding. نبع عارفين not to mention antiplatelets والanticoagulants اللي ساعات بتبقى overlooked ونكتشف بالقصة دي intraoperatively. طبعا ما ينفعش نعمل جراحة من غير basic coagulation test الـ INR والـ BC والـ platelet count. This is very basic. During admission طبعا we should initiate prophylaxis as soon as admission بدل ما نتحول من علاج جراحي المعملية لابتدي نعالج في IDVT وحاجات احنا ملاش دخل في حرب جانبية ملهاش لازمة. Consider less invasive options for patients deemed at high risk. The intraoperative procedures, we should limit the operative time. The metakhdir like operative time is precious. That's 100% true. We cannot agree more to that. Avoid dehydration, hypertension, or pressure fluctuations. The post-operative recommendations اللي احنا عارفينها زي early ambulation, physical therapy, or I am disabled or cannot walk. Avoid dehydration and severe hypertension كالعادة. Will ensure the patient compliance. اللي 42% اللي جالهم DVT مع البروفلاكسز. ده الكومبلاينس اللي بنقول عليه. انه ما يخش بروفلاكسز بالاسم. يبقى بروفلاكسز بالفعل. After discharge طبعا indications for extended بروفلاكسز. طبعا الكلام ده بالذات في الجماعة بتوع الكانسر patients. كان معانا امبارح دكتور احمد عوض من الاورام. معرفش مين النهاردة. There are multiple indications for prophylaxis, anticoagulation prophylaxis in ambulatory patients, من ضمنهم cancer patients. العيان يعرف precautions and instructions يتحرك قد ايه ويشرب ازاي يعمل ايه. It educate the patient about symptoms or signs of DVT and when to come back to seek help. So how to fill the knowing doing gap? First of all, we should start with thrombosis risk assessment. ان احنا عارفين ان مش كل العيانين محتاجين البروفلاكسز بكل اشكاله. الريسك assessment models have identified more than 20-fold variation the risk of post-operative VTE. وتفرق لك بين العيان اللي فعلا محتاج extensive prophylaxis وanticoagulation من العيان اللي مش محتاج any prophylaxis whatsoever. فالحاجة دي مهمة. كابريني سكور هو واحد من أشهر السكورز اللي عملت في VTE risk assessment in surgical patient. مدي نقط لكل عيان وفي الآخر مدي conclusion. 4 وأقل ده low risk، من 5 ل 8 مودريت، 9 وأكثر هاي. جات الـ ACCB كمان غيرت في الأرقام، قالت لا اللو كتير قوي عليه 4 هنخليه لغاية 2، المودريت لغاية 4، الهاي ريسك 5 أو أكتر. بعد كابريني طلع كتير كوخر وروجرز وامبروف وإيبكس، لكن ما زال كابريني سكور is the most utilized and the most validated risk score assessment for VTE in surgical patients. وناس كتير ماشية لغاية النهاردة وأنادي إن احنا كمان نشتغل بيه.
المشكلة بقى في البليدنج ريسك اسسمنت. على قد ما عندنا سكورز للفي تي اسسمنت، البليدنج از ا بيج بروبلم. اولا فيو ستاديز هاف اسسد ذا بوست اوبرتيف بليدنج ريسك ان بيشنتس وذ اند وذاوت انتي كواجليشن، موست اوف ذيم اوف سمول سامبل سايز. لاك اوف ستاندردايز ديفينيشن اوف بليدنج يخلي المشكله مش واضحه قوي. سيرجيكال تكنيكس اللي اتعملت بيها اثناء الاستاديز هاف دراماتيكال تشينجز سينس ذا تايم. Most risk factors are actually based on expert opinion rather than actual weight for that risk factor. وال risk assessment models اللي بيحبوها زمايلنا في القلب وبيعتبروها مرجعية زي الهاسبلد, that's true for their indications for AF, لكن they have never been tested in surgical purposes and should not be used in this setting. ممكن تيجي فكرة طبعا, لكن they are not validated in our practice. لكن كلنا عارفين في general risk factors زي البليدنج سواء حالي او previous, او في بليدنج ديس اوردرز ما تعالجش, او رينال هيباتيك ثرومبوسايتوبينيك انتيكواجيليشن انتي بليتلي. دي كلها ريسك فاكتورز الناس كلها عارفاها, ممكن تديك فكره عن العيان. في بعض التارد بروسيدر سبيسيفيك ريسك فاكتورز, يعني اكستنسيف ابدومينال سيرجري تو اكسايز ا كانسر, او عيان فيه هيباتيك ريسكشن, او ارجنت كارديك سيرجري ان اولد اوبيس بيشنت, او سيرجيك في ثراسيك سيرجري زي نيمونكتومي فور مالينانسي, ريدو سيرجري في الاورثوبيدكس, التروما. دي كلها حاجات معروفه تقدر تديك فكره عن البليدنج ريسك ان ذوز بيشنتس. بعض الجايد لاينز زي عندنا وزي جراحه عامه وزي الجينيكولوجي اسست الكابرين سكور وعملوا ريسك سيرتيفيكيشن, ولقوا ان حالات زي زيرو سكور مش محتاجه من 1 ل 2 ميكانيكال كفايه, 3 ل 4 محتاج انتي كواجليشن, 5 واكثر محتاج كومبايند ميكانيكال انتي كواجليشن. بعض الجايد لاينز الاخرى لا احنا نكتفي بالبروسيجر, ما عملنا adjustment. الفوندو بارينوكس is a very acceptable prophylactic anticoagulation, بالذات في الحالات الهيبرين induced thrombocytopenia او اللي احنا خايفين منها. 2.5 ملي كل 24 ساعة, ما بنحبوش مع renal impairment او underweight patients. The newcomers, الدواكس بقى لها مكان واضح في البروفلاكسس في الأورثوبيديك. Off-label indication في حالات suspected of heart syndrome. ليها كونترا انديكيشن طبعا في رينال امبيرمنت تحت ال 30, كريات كرينال تحت 30, او في المودريت وسيفير هيباتيك امبيرمنت. الدواكس الاف دي اي ابروفد دواكس اللي موجوده في مصر حاليا زي الايبكسبان والريفاروكسبان والايدوكسبان ليها فيري جود رول في البروفراكسس في الحالات بتاعتنا. فيتامين كي انتاجونست خلاص راحت عليه, ما بقاش له دور تقريبا الا في حالات السيفير رينال امبيرمنت اللي خايفين يديها اي حاجه تانية مع هاي ريسك اوف بليدنج. بعض الاستاديز بتقول في البروفلاكسز ممكن نكتفي بالتارجت 1.5 to 2.5 INR instead of 2 to 3 الجنرال ثيرابيوتيك. My take home message is VTE prophylaxis is still vastly underutilized despite the evidence. We now have many prophylactic options that can suit every surgical patient. Benefits of anticoagulation should be well balanced against the potential harm. Every institution, including ours, should have a clear and written policy for the risk assessment and the primary VTE prophylaxis in all surgical patients. أحب أختم شرحتي بأن أكتر سبب للوفيات للpreventable hospital deaths في العالم هو DVT والبلمونري امبوليزم. وشكرا لحسن الاستماع.